شو اللي حققناه من احلامنا وشو اللي فرضته علينا الحياه؟ مش بالضروره تكون القصه قصه مخترعه او تكون فيلم مركبه وقعه واحداثه من الخيال، ممكن انه تكون حياه واقعيه ومضبوطه ونطلع فيه بنتيجه او بخلينا نسال حالنا بعض الاسئله. هذا الشيء اللي حاول رامي نحاوي يعمله بفيلم يامو. رامي صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اشتغلت لفتره طويله بالافلام القصيره وباعداد برامج تلفزيونيه وغيرها، الى حين قررت انه تعمل هالدوكيومنتير اللي هو بعنوان يامو واللي بيخبر قصه والدتك. هلا هو حقيقه كانوا الاشياء ماشيين باراليل على بعض، يعني صعوبات العيش بلبنان بطبيعه الحال بيكون الواحد على باله يعمل اشياء، بس هي الاشياء ما بالضروره ابدا تكون بتدخل له مصاري يقدر يعيش من خلالها. فكنا يعني كنت لاقي خيار اني اشتغل ببروجرامات والتلفزيون او وات ايفر ايلس، بس بخلال نفس الوقت اللي عم بشتغل فيه وظيفه ما عم بعمل، كنت شورت فيديو بالحقيقه، كان اول فيديو 25 دقيقه بال 2007 وبال 2011 كان اول فيتشر دوكيومنتري. بدي اسالك رامي، اللي بيعملوا شورت موفيز هن بيكون هدفهم انه بس يوصلوا اسمهم يشتركوا بمهرجانات، ولا في سوق لهم؟ في ناس بيشترون؟ لا هو بالحقيقه في سوق. هلا انا ما كثير عندي معلومات عن التوزيع بمجال الافلام، قصدي بمعنى ما عندي معلومات اقدر فيد فيها، بس بمحل الفيلم القصير والتجارب الصغيره هي بتكون مرحله، وخصوصا بالنسبه لي انا ما درست سينما، يعني انا علاقتي بالسينما كانت درست مسرح وتمثيل واخراج تماما. فهاو الفيديوز القصار اللي عملتهم والشورت فيلم هن اذا بدك هن كانوا المدرسه اللي تعلمت فيها، يعني بهاو جربت ادواتي. يعني شورت موفيز بيكونوا خطوات اولى لفيلم طويل او لدوكيومنتري او لشغل بسينما بشكل محترف. بالحقيقه باوقات ثانيه يعني في مخرجين كثير كبار وما بقى بحاجه انه يعملوا طريق نحو فيلم طويل، بس بيرجعوا لفورم الفيلم القصير لانه هو له فورم لحاله، له زمن فني ما في، يعني في قصص فعليا بتتخبر بشورت فيلم. صح، انه في مساج بيقدر يوصل بفيلم مدته قصيره 11 دقيقه 10 دقائق، مش ضروري يكون فيلم ساعتين. لكن قلت لي انت الحياه جبرتك تشتغل بنفس الوقت، بس فيلم الدوكيومنتير اللي عملته عن والدتك كان من الاول فكره موجوده ب، يعني هو حقيقه الفكره انوجدت بال 2008 فعليا كفكره فيلم، ونبلش نشغل ديفلوبمنت لها، نجرب نلاقي برودكشن يعني بادجت لنشتغل، لانتهت هيدي الحمله كلها بال 2011 بعد 3 سنين. يعني وقدرت تنفذ اللي انت كنت اكيد. هلا انا كثير ممنون، انا بحس حالي محظوظ بانه قدرت بهيدي الظروف اني انتج هذا البروجي ويطلع بهال، بالنسبه لإلي بهالرضا انه عنه. بس ايه رحله 3 سنين ببرودكشن بتكون صعبه، بس ان شاء الله هيك هلا اكثر واكثر عم تتحرك الانتاج السينما والدوكيومنتري، عم نحس انه الحركه عم بتكون اقوى والطلب عم بيكون اكثر عليهم، تخلي الواحد يتفائل. رامي سالتك تحت قبل ما نبلش الانترفيو، قلت لك شو الشيء كثير سبيسيال بحياه امك اللي حابب انه يعني تحطه تعلنه على الملأ وتخلي الناس يشوفوه، لانه القصه مستمده من قصه واقعيه. قلت لي كل واحد منا عنده شيء سبيسيال بحياته وخصوصا بلبنان. خصوصا بلبنان. يعني نحن عشنا واهلنا عاشوا، يعني انا من جيل هلا عمري 30 سنه، ف يعني بهذا الماج شو ما كانت التجارب اللي عشناها، شو ما كنا، كلنا عنا قصص. مرقنا بحرب يعني كل القصص طبعا، يعني الاكستريم تبع المشاعر، تبع الحب، تبع الموت، تبع الحزن، الخوف، الكره، عشناهم كلهم. هلا نوال في شيء له علاقه بقصتها هي كمان، كيف تطورت، كيف يعني مرحلة بيت اللي كانت عايشة فيها مع بيت أهلها، مرحلة اللي أخذت خيار تتجوز وليش وكيف،
فترة الحرب الأهلية اللي هي كانت فيها عمليا منظمة حزبيا، والوالد كان منظم حزبيا، والتنظيمين الحزبيين اللي بينتموا لهم ما كانوا أبدا أصحاب، يعني هي كانت شيوعية أو حزب شيوعي. إيه، وهو كان بعث، فانه مش انه ما كانوا، بس ايه ما كانوا اصحاب يعني بالحقيقه يعني. ف سياسيا ما كانوا اصحاب، وواقعيا ما كانوا اصحاب على الارض بايام الحرب. هلا تفاصيل المعارك ما عندي. لا مش معارك، هن الوالد والوالده. لا، الوالد والوالده جمعتهم قصه حب، هيدا هو الغريب اللي عم لاقيه كمان، انه بفتره حرب كان ماكسيموم انقسام، في حدايين عن طرفين، وهي مسيحية من بجة من فوق عمشيت بضيعة، وهو مسلم من سوريا يعني. فكل هذا الانقسام واللحظات اللي كانت مليئة بالخسارة بفترة الحرب امتلأت بالحب كمان بلحظة معينة. وهذا الحب شو صار فيه مع الأيام وكيف خلصت الحرب؟ بفتكر الفيلم عم بيحكي عموما يعني من خلال قصة والدتي والعائلة، عم بيجرب يحكي قصة أحلامنا، كيف بتاكل ضربات أوقات بتنحرف، كيف أوقات بتتكسر كلها، كيف أوقات بنتقبل الخسارة، كيف يعني تقبل الخسارة هو شيء كتير ضروري وملح بمجتمعاتنا، نادر يعني الناس خاصة بهالفترة الحرب اللي بتتكسر الأحلام، ما بقى بتفكر فيها، بتصير بتفكر كيف بدك تضلك بس عايش. فإنه نواجه مخاوفنا ونواجه خيباتنا وهزايمنا أو إنه نهرب منها، هن خيارين بالحياة كل إنسان معه إياهم. كل واحد فيه يشوف الأشياء بطريقته، بس بفتكر بلحظة معينة إذا بدنا نعطي هيك تسمية لتجربة أمي وبيي، فبيكون بيي مثلا هرب للدين، رجع متدين. أمي هربت للشغل، صارت تشتغل بشكل متواصل، عندها نهار عمل، أكيد هذا نهار العمل في سبب تاني له اللي هو أنه يعني عندها عائلة بدأت تعيشها، بس كمان بظن هي لقيت منفس لها تهرب على الشغل وشغل وشغل، تعمل شيء 4-5-6 شغلات بنهارها كوظائف. انت وين بالفيلم رامي؟ حقيقه انا بالفيلم بطبيعه الحال، كوني ممبر بالعائله، يعني العائله مؤلفه من كم حدا؟ اختين، ريما رامونا وخي ريان اطول مني بكثير، وانا والدتي. والوالد ترك العائلة من 2005 وحاليا عايش بسوريا. ترك لأنه التجأ للدين، يعني كان هرب نحو الدين، ولا هذا قبل الفترة كانت قبل؟ يعني هو الأسباب مش واضحة. أوكي. بس أنا بالنسبة لي هي أسباب كتير. قد ايه كان عمرك وقت ترك العائلة؟ أنا على فكرة موجود بالفيلم من محل أنه أنا عندي مشكلة مع ذاكرتي. أوكي. فهو ببلش الفيلم مع نوال بهذه الطريقة. فقد ايه كان عمري وهيك، أنا أسوأ واحد ممكن يتذكر. بس ليه عم بسأل هدول الأسئلة مثل ما بيسألوا البسيكولوج؟ يمكن لأنه مرات واحد بيكون علاج لإله لما بيخبر. في ناس بيخبروا بمقال، صحيح. في ناس بفيلم، في ناس بيخبروا أصدقائهم أو طبيب معالج أو إخواتهم أو أي حدا، صحيح. بخبر عن اللي هو عناك، يعني عناه بهالمرحلة. بتجربة هيدا الفيلم وتحديدا الشيء الإيجابي اللي كان بأنه يكون في 3 سنين للبرودكشن، كان لك أكيد أوجه كتير إيجابية منا، أنه بلحظة الفيلم مفترض يتحرر من الموتيفيشن تبعنا، بمعنى كيف يعني؟ يعني أني أعمل أنا فيلم لأعمل هيدا التيرابي. هلا يمكن مش الهدف التيرابي، بس يمكن بيكون يعني عنده إفاية تيرابيوتيك بشيء محل. أكيد هي خيارات، بس أنا بفضل بطبيعة الحال هو موضوع التيرابي هو شيء متواصل بنعمله بحياتنا. بس وقت بدي أعالج فيلم وأعمل له إخراج وأكتبه، بفضل فعليا
يكون معالج عامل تريتمون. خليني اسالك سؤال من زاويه ثانيه من انجل ثاني. اليوم اذا انا بدي اخبر اصحابي على فيلم اسمه يامو، بقول لهم الفيلم بيحكي عن قصه عائله عايشت الحرب اللبنانيه، ولا بقول لهم الفيلم بيحكي عن رامي اللي الوالد والده ترك المنزل وتركهم مع ام اضطرت انه تشتغل كل الوقت وثلاث اخوه، ولا فيلم بيحكي عن ما بعرف كيف الانسان بيهرب لما بتتكسر احلامه نحو شيء ثاني ممكن يحقق له الامان الداخلي، ولا يعني عن كلهم؟ مش عن كلهم قد ما من خلالهم، من خلال هول القصص عم نحكي عن الفكره اللي قلتيها اخر شيء اللي هو الفيلم عم بيناقش خياراتنا بلحظات الهزيمه والخيبه وبلحظات الفرح والانتصار والرضا عن الذات. هيدي الخيارات كيف ناخدها؟ فينا نهرب وفينا نواجه، فينا نوقف قدام المرايه ونواجه كل الاسئله البشعه. مثلا بالفيلم في شيء انا بلحظه بتكون نوال عم تسالني انه ما بتتذكر وقتها كذا وما بتتذكر وقتها كذا وما بتتذكر وقتها كذا، ففي لحظه انا فعليا ما بتذكرهم. بلحظه بيكون في فويس اوفر من بعد هذا الحديث لقلا انه انا بتذكر، بس في شيء بتذكره انه انا وعيت ببلد فيه 17,000 مخطوف ما بعرف وين هن. سو هول الاسئله مثلا هن بدهم ينعكسوا بالنسبه لي فينا كأفراد، كأفراد بمجتمع. إذا بدنا نكون مجتمع، إذا بدنا نكون مواطنين، بدنا نسأل كلنا هذا الأسئلة. كلنا عنا شيء شخصي بالشيء العام نتيجة الوضع اللي عاشه لبنان. كل واحد تأثر شخصيا بطريقة ما عنا أكيد. عنا مداخلة، ففيها تكون صادقة، فيها نطلع على المرايه ونحكي عن جد بمفاهيم كثير انسانيه ما لها علاقه بالتمييز باي شكل كان، ونسال عن حقيقه الاسئله ونواجه بشاعتنا حتى، لانه اوقات كمان وقت نطلع بالمرايه في صوره بشعه. اكيد لنقدر نحسنها بدايه بدنا نطلع فيها. يعني عادة انت شو بتعمل لما بتواجههم؟ لما خوفك ولا بتهرب منهم؟ عم حاول شيء متعب طبعا كثير. لا بس الإنسان بيعمل الكل بنفس الوقت، يعني بعض المواقف بتواجهها والبعض الآخر بتهرب منها والبعض الآخر تعمل حالك ما شايفها. ايه اذا عم نحكي عن موقف هيك، بس انا وقت مثلا صار شيء هلا بيني وبينها، بس وقت بروح على البيت انا قادر مبلا ارجع واجه حالي، واجه انه انا لا تصرفت يمكن بطريقه غلط، وعرفت قادر هيدي المواجهه. هيدي يعني احنا نتمرن فعليا، هو تمرين. العاده بتعمل بتخلق لنا يعني او تكرار واقع ما بيخلق لنا مجموعه عادات ممنوع على الحرب عملت عنا مجموعه عادات، الحياه اليوم الحاضر الضغط اللي بنعيش فيه عملنا مجموعه عادات. صحيح. اذا بنطلع فيها من بعيد ومنقرر بشأنا شو خيارنا، بفتكر فينا نتمرن لنتخلص منها. رامي الفيلم بأي فورم عملته بأي شكل؟ هو قلت لي انه بيبدا الفيلم، نحن عندنا تريلر للفيلم بس هلا التريلر اللي جبت لنا اياه بعد ما عم يفتح، ناطرين انه يفتح لنشوف الصور. بأي فورم عملته؟ قلت انه انت بتبدا الفيلم، انا شفت تريلر شوي على اليوتيوب مبين انت وجهك عم تحكي هن انه شو انه انت فقدت الذاكره وعم تحاول تستعيد الذاكره من امك. الفيلم كيف عمله؟ بأي فورم ولا حياه عاديه ولا هلا؟ والفيلم مستغل فكرة انه ما عندي ذاكرة ليحكي عن مجتمع ما عنده ذاكرة، ولنوصل بالنهاية بالفويس اوفر ما بعرف يا ريت بيكون مجتمع ما عنده ذاكرة. اذا بصير في فقدان ذاكرة جماعي للبنانيين كلهم بفتكر بيعيشوا احسن بكثير. انا بظن اذا بيستعيدوا ذاكرتهم بتصير الامور احسن بكثير. اذا شو؟ بيستعيدوا ذاكرتهم، والذاكرة مش بالضرورة تحمل بقلبها الضغينة، يعني اني اتذكر شو صار هو مش لحتى اعلي الادرينالين عندي ويصير في لا هو لحتى ما ترجع تعيده. اتذكر لا اقدر انساه عن جد، لانه انساه بالوعي هو ابدا مش انه انساه بلا وعي، حيضل هو اللي عم بيكون الدافع الاساسي لكثير من التصرفات. بس اذا عمليا بتذكر وبتعاطى معه وبواجهه بحلحل ازماتي مع ذاكرتي كمجتمع مش كفرد، يعني بظن بنقدر نتعاطى مع واقعنا بطريقه افضل. اوكي لنرجع للفيلم، قلت لي عملت انه انت فقدت الذاكره بالفيلم، وشو المشاهد اللي بنشوفها بعدين؟ بنشوف نهار شغل نوال والدتي،
اللي هي بتفيق 5:30 الصباح، بتروح عندها سيارة بتلم فيها تلاميذ، بتعملون أوتوكار على المدرسة، بتعلم بالمدرسة، بتخلص بترجع بترجعون أوتوكار على بيوتهم، بترجع بتروح بتدرس دروس خصوصية، بترجع بتطلع عندها محل الكول بالحدث هيك ميني ماركت صغيرة بتبيع هيدا العشية. قبل كانت تتأخر لكتير، هلأ البلدية قرروا أنه ممنوع يفتحوا الساعة 10 فقطعوا لبرزقة، فصارت ترجع على البيت على القليل بكير شوي وترتاح الحمد لله. حناخد وقفة ونكفي حديثنا رامي، نشوف كمان تريلر يامو. أوكي. رامي، لكن عم نحكي عن فيلم يامو اللي حينعرض ب 28 الشهر بمتروبوليس، مين بهمه انه يحضر وليه سميته دوكيومنتري، ليش مش فيلم؟ هلا انا بالنسبه لي بتعاطى مع الفيلم تحديدا، يعني قلت لك انا ماني جاي من 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 باك جراوند كثير سينمائي، ما كثير بهمني ميز، بس دوكيومنتير مش له فورم معين وبيعطي معلومات معينه و يعني بضلك تعرف اكثر مني، مصطلح حتى لو ما جاي من باك جراوند او في مصطلح مش صار اسمه، في مصطلح هو يطلق على هذا النوع من الافلام الكرييتيف دوكيومنتري او الفيلم التسجيلي الابداعي، اللي هو فيلم مش معني اكثر بالوثائق اللي بنشوفها عاده بشكل مستمر على التلفزيونات، اللي هو عمليا فورم ريبورتاج طويل. اللي يفرق بين انه يكون دوكيومنتري بالمعنى الريبورتاجي تبع التلفزيون وليكون دوكيومنتري بالمعنى السينمائي، هو انه يكون في بنيه دراميه، في خط درامي، في حبكه، في عقده وحل وبدايه ونهايه، في ناراسيون، في سرد، في مشاهد بده يروح معك برحله اكثر ما بده يتلقى منك. والفيلم كله عنده تقريبا فويس اوفر ولا في ديالوج بين؟ لا، في انترفيو طويله مع والدتي. اوكي، واللي مثل بالفيلم هي والدتك فعليا هي ولا استعمل حدا ثاني؟ كونه هو انا استعملت الشخصيات الحقيقيه لفيلم دوكيومنتري، فايه ما كان في ما استعنت بجوانب روائية بالفيلم أو إذا بدك مش تمثيلية، قد ما جربت الجانب الروائي أو الفيكشني بالفيلم يكون من خلال الكاميرا وين بأي زاوية بتكون والضوء وتتابع هذه اللقطات بطبيعة الحال. نشوف تريلر ليامو ونكمل. خائفا من حلمي كيف أنام؟ لتهويدة حطت على أذني ولا لامست خدي نسمة سكينة دافئة، يخطفني النوم ينفيني إلى عالم بلا ضوء بلا صوت، عالم ينتظر. ريان، احكينا عن امك. يعني امك نوال لا تحكي الحكايات، لم تحدثني يوما عن ماضيها، شو بتتذكر انت؟ طيب كانت عندي بي سوري وكان عندي ام لبنانيه، يعني هذا الشيء اللي بخليك ما يكون عندك انتماء. 20 عاما وانا ابحث عن ارض وعن هويه، ابحث عن بيتي هنا، عن وطن المحاط بالاسلاك، ابحث عن طفولتي وعن رفاقي
رامي، شعورك كله تجاه العيلة والحرب والأحداث الحياة اللي صارت معك وأحلامك تغير قبل الدوكيومنتير وبعد الدوكيومنتير؟ أكيد فشيت خلقك، حطيت أفكارك تغير. وهيك بمحل وصلته للناس؟ ارتحت من ضغط الفيلم كتقنياً صناعته كشو بده يقول. فشات خلقي يمكن كمان، بس ما يعني الاشياء اللي بتتغير بتفاصيل بننتبه لها، بنصير يعني مع الوقت من جوا بصير تغيير اكثر. يعني اسالك نفس السؤال بعد فتره اطول؟ لا يعني انا صرت عم قصدي اقول انه انا صرت بلاحظ هذا الشيء بولدتي، بلاحظ بخيي. حسيته اوماج لهم؟ انبسطت؟ اكيد انبسطت، حبت الفيلم حسب ما يعني حضرناه. هلا هو بطبيعه الحال العائله حضروه قبل ما اي حدا يحضره، ومفترض حبوا وحضروا بالافون بريمير بصاله السينما، ونوال كانت شكلها مبسوطه يعني. لكن 28 المشاهدين كلهم مدعوين انه يكونوا بمتروبوليس ويتابعوا هالفيلم. يعني 29 و30 ستارتنج 28 بيبدا ب 28 وبيستمر عده ايام. ان شاء الله بيتسلوا، بيكون وان شاء الله بتكون تعليقات ايجابيه وبكون لك تجارب ثانيه كمان بهالعالم. ميرسي لك رامي، اهلا وسهلا فيك. حناخذ بريك مشاهدينا، من بعدها رح نكون مع بقيه محطاتنا بلايف، خليكم معنا.